أخطر من استهداف السيد رئيس وزراء والسيد رئيس مجلس النواب. القوات الأمنية حاليا تطارد أحد الأشخاص. العجلة محورة بطريقة ذكية جدا، طريقة جديدة لم تألفها القوات الأمنية. الاستهداف التاسع من بداية هذه السنة 2022 لحد اليوم، يعني بين استهداف قاعدة بلد ومنطقة الخضراء ومناطق أخرى، لكن هذا حقيقة يعني أنا أعتبره أخطر استهداف، وربما كتبت في تغريدة حتى أخطر من استهداف السيد رئيس وزراء والسيد رئيس مجلس النواب. السبب هذا الاستهداف رسالة واضحة للعالم، خطرة جدا. العالم ينظر لنا يمكن من خلال يشوفنا من خلال مطاراتنا، من الأجنبي أو العربي اللي يجي للعراق أول ما يواجه المطار، يواجه المطار فيشوف المطار، أول شيء يشوف المطار. طيب إذا ما نزل بهذا المطار يعني وشاف أنه بيقصف والمدرج متضرر وإحدى الطائرات متضررة، يعني شنو الرسالة؟ يعني حقيقة يعني أنا حالي حال العراقيين اليوم اللي يتألموا وانصدموا وتذكرنا أيام الحصار في التسعينات وقبل 2003، من كنا نقطع الطريق 600 كيلومتر إلى طرابيل من أجل أن نسافر من هناك من الأردن ومن من من أماكن أخرى. يبدو أنهم يريدون أن يرجعونا إلى هذه الحالة حقيقة، لأنهم يعني هذا اليوم انتشر بكل العالم، والأمم المتحدة وغيرها ومصر والأردن والعالم كله دي يستهجن ويستنكر. طيب الآن حتى أن يوصلني بعض السفارات أنطت العلامة الحمراء على الذهاب إلى مطار بغداد، يعني الهبوط. طيب شركات أهلية، هذه الشركات الأهلية للعلم أغلبها ما مستعد يضحي وينزل بمطار ممكن أن تجي قنبرة هاون أو صاروخ كاتيوشا ويدمر الطائرة ويقتل كم واحد بالطائرة ويضطر يدفع مئات الملايين من الدولارات. يعني اللي سوى هاي العملية فكر، حط هاي الحسابات كلها، حط هاي الحسابات. هسه ما دا احكي على تقنية العملية، لأنه بصراحة هاي العملية يعني تقنيا وأمنيا تختلف عن باقي العمليات، أسلوبها يختلف تماما. العجلة محورة بطريقة ذكية جدا، يعني حقيقة طريقة جديدة لم تألفها القوات الأمنية. ربما هذا لم يذكر، لكن أنا أقول لك بأنه بأسلوب يعني من الصعب كشفه، أسلوب تقني حديث. القوات الأمنية حاليا تطارد أحد الأشخاص ربما في عدة مناطق تحاول أن توصل له، لكن هو يبدو أنه متنقل من منطقة إلى أخرى. في كل الأحوال استهداف خطر جدا، استهداف جعل الجميع مثقفين وغير مثقفين وبسطاء يستهجن ويستنكر هذا الموضوع، وتتوالى رسائل الاستهجان والاستنكار. نعم. وأنا أتوقع أنه وصلنا إلى نهاية المطاف. آخرها قبل قليل صور سيد مقتدى الصدر نزل تغريدة كانت قوية، يعني دي يقول ابتعدوا عن الشعب والوطن خط أحمر، والرجل مصر على موضوع الأغلبية الوطنية. أنا أرى أن هذه استهدافات قد تكون سياسية بالدرجة.